وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه مع اكتمال تطوير موانئ الإسكندرية ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للإسكندرية، أكد مدبولي أن حجم العمل في ملف تطوير الموانئ وتجارة الترانزيت تم في وقت قياسي. فقدنا الحقيقة رصيف 100، واللي ان شاء الله برضو مع اكتماله هيبقى من اكبر واهم الارصفة على مستوى حوض البحر المتوسط. احنا بنتكلم هنا ان شاء الله السفن العملاقة الضخمة اللي بتتحرك على مستوى العالم هتبقى يعني قادرة انها تبقى متواجدة هنا في ميناء اسكندرية وفي ميناء الدخيلة ايضا، وبنتكلم فعلا ان هتبقى هنا تفعيل موضوع تجارة الترانزيت، وهيبقى بافضل صور الممكنة موجودة في مصر، وده شيء مهم جدا لان هذه التجارة على مستوى العالم يعني هتبقى يعني هي دي المستقبل. واحنا يمكن كل المجلس الاعلى للاستثمار ناقش ان احنا نبدا نعمل حوافز استثنائيه لموضوع تجاره الترانزيت. الموضوع هنا ودي شيء مهم جدا ان احنا بنربط المواني بتاعتنا مع المواني الجافه والمناطق اللوجستيه ومناطق التخزين داخل الجمهوريه، ودي من خلال شبكه القطارات. يعني جزء من المشروع هدف القطار السريع او قطاع فائق السرعه اللي بيربط من السخنة لغاية العالمين ومطروح مرورا باسكندرية، انه هيبقى فعلا ده بيحقق الهدف اللي قلناه، ان ده هيبقى ممر لوجيستي كبير جدا ما بين بيربط البحرين الاحمر والمتوسط.